حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي أن الوضع في لبنان يخرج بسرعة عن السيطرة، مضيفة في بيان لها أن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفا يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة، وبأنه بات من الضروري التحرك فورا قبل فوات الأوان. كما دعت الحكومة والأحزاب السياسية اللبنانية إلى الشروع في إصلاحات عاجلة والاستجابة إلى احتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم. يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ في تاريخه، ما تسبب بموجة من الاحتجاجات التي تزامنت مع ارتفاع في الأسعار وانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. ما فيها الكهرباء، كل النهار ما في كهرباء، اجت ساعه وراحت. بس ما يشفقوا على العالم، يعني بقى حله بقى حله. عم بيجيبوها سيارتين بيقطعوها وخلص راحت للصبح.